Bruh, look at this dude. Wait till you see السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم يا شباب على قناتكم على اليوتيوب خفايا الانترنت. اليوم معنا شرح جديد وهو طريقة الحصول على استضافة ودومين دوت كوم مدفوع حتى الاستضافة مدفوعة على ميثود بلو هوست. طبعا سوف نقوم بالشراء المجاني، دائما الشراء المجاني. اذا سوف نفتح المتصفح المتخفي او يمكنك العمل على المتصفح العادي، ولكن يجب بعد الانتهاء ان تمسح البيانات. اذا سوف نقوم بالدخول الى بلو هوست في البداية. سوف ندخل الى بلو هوست ثم نختار الاستضافة. يمكنك شراء اي شيء من هنا. سوف نختار شيرد هوستينج ثم نختار اقل شيء. جربت على الاخرى ولم تنجح، انصحك بالتجربة على اقل شيء. اذا هنا نختار اي دومين، مثلا هاكر دي زيد. ما دقيقة، ونضغط على نيكست. هذا تم اختيار هذا الدومين، اعتقد انني انا الذي قمت بشرائه، لا اعرف. اذا سوف نقوم باختيار اي دومين ثم نضغط على نيكست. يمكنك عدم اختيار دومين من هنا. هنا هذه البيانات، سوف نقوم بالتجريب على يونايتد ستيت، الولايات المتحدة الأمريكية. إذا نذهب إلى موقع فاك نيم توليد البيانات الوهمية لمواطن أمريكي، مواطن صالح وموهوب طبعا. ثم نأخذ الاسم، يمكنك إدخال أي اسم. فقط لا تنسوا الاشتراك على قناتي على يوتيوب خفايا الإنترنت لكي يصلكم كل جديد من الميثود وما إلى ذلك. إلى ما ذلك. اذا هنا نقوم بادخال الادرس، هنا المدينة، هذه المدينة هنا، ثم تكساس هذه هي، ثم رقم الهاتف هكذا. نمسح هذه ثم الايميل. انصح يجب ان تعمل على الجيميل، افضل شيء. هناك طريقة انشاء ايميلات بدون رقم هاتف، جيميلات. اذا نقوم بالدخول الى الجيميل، هذا هو الجيميل، نقوم بمسح هذه. اذا ناخذ الجيميل كوبي ثم نقوم بازالة التعليم على هذه القناه، لا نحتاجها. نختار هنا سنه 12 شهر فقط. والان نذهب الى هذا الموقع ونقوم بتوليد بطاقات عبر هذا البيل، ثم نختار هنا وهنا ثم نضغط هنا. فقط في الرند دعها واحد في البداية، واحد مثلا، واحد ثلاثة ستة مثلا على سبيل المثال، لأنه سي سي بي يجب أن يكون هكذا، لأنني جربت على باقي الارقام السريه ولم تنجح، لهذا انصحك بتجربها مثلي انت، فقط طبق مثلي. اذا ناخذ البيانات، ثم نقوم بالتعليم هنا، ثم نضغط على سبمت ونرى ما الذي سيحدث. كما تلاحظون تم شراء الاستضافة. نضغط على ناو تانكس هنا. سوف نذهب الى الجيميل وننتظر قليلا. هنا يقول لك قم باضافة الباسورد للحساب. سوف نضيف الباسورد. بعد إضافة الباسورد نقوم بالضغط هنا، أنني قرأت سياسة البيانات، ثم نضغط على ناكس. والآن يقوم بإنشاء الحساب. سوف نذهب إلى الجيميل وننتظر، سوف ننتظر دقيقتين أو دقيقة فقط. إذا هذه معلومات الدفع.
هذه هي، يقول لنا قوموا بتأكيد الحساب، هذا هو الدومين الذي قمنا بشرائه طبعا كما تلاحظون، نقوم بفيريفايت ايميل، تم اذا تم اثبات الحساب، نقوم باغلاق هذه او باغلاق هذه، ثم هذه هي الاستضافة. نضغط على اسكيب من هنا. سوف اشرح طريقة التعامل مع الاستضافة قليلا، لان هناك من لا يعرف طريقة التعامل مع الاستضافة بلو هوست فقط هذا مكان. طبعا كنت ساقوم بعمل شرح بطريقة بدون صوت وصورة، ولكنني اعرف ان هناك الكثير من الاشخاص لن يفهموا طبعا، لهذا قمت بتنزيل الشرح على بالصوت والصورة، وان شاء الله تكونوا قد فهمتم. اعتقد ان كل شيء مفهوم، لا يوجد اي صعوبات في الشرح. الان يقوم بتنصيب الورد بريس، لا اعلم اصلا لماذا يقوم بتنصيب الورد بريس يا اخي، لا اريد الورد بريس. صح، اذا هذه لوحة التحكم. هذا هو الموقع، هذا هو الموقع، هذا هنا تسجيل الدخول، لا علينا. وهنا ماي سايت، وهنا كنت تريد الشراء، وهنا الايميل، وهنا الدومين الذي قمت بشراء المربوط على هذا الحساب. طبعا قمنا بشراء دومين واحد، اين هو؟ هذا هو. هنا الادفانس، كل ما يهمنا هو في الادفانس، الاعدادات المتقدمة كما تلاحظون. كومبليت your order complete، اذا قمنا بالشراء. هذه هي السيبانال، هذه هي الملفات، هذه هي السيبانال، اعتقد انه لا يمكن شرح السيبانال الان. اذا هذه هي البابليك اتش تي ام ال، هنا لو هنا الملفات الرئيسيه على الموقع، مثلا نقوم بتغيير الاندكس على سبيل المثال فقط، مثلا هلاو فقط، ثم نضغط على سيف، ثم نذهب الى موقعنا، هذه هي هلاو. يمكننا تسجيل الاختراق على زون اتش، نعم انا اقوم بشراء الدومينات واقوم بتسجيل الاختراق على زون اتش فقط للمزاح، فقد اعتزلنا اختراق المواقع منذ وقت طويل، لقد اشتقنا الى تلك الايام. يا لام ايام، كانت ايام رائعة. لا علينا، هنا نخرج من هنا. هذا الاف تي بي، وهذا الاس اس اتش، وهذه بي اتش بي ماي ادمن، وهذه الداتا بيس، وهذه فاين مانج. ماذا افعل؟ هذا اذا هنا هنا عندنا 50 جيجا بايت، و يعني نقوم بتسجيل الاختراق، قلنا نوت فلاي. نقوم بادخال اسم الشهرة، صهيب داش هاكر دي زيد. لما لا اعرف موقع زون اتش هو تسجيل الاختراقات، حيث تقوم باختراق موقع تقوم بتسجيل الاختراق حتى يبقى انجازه. هناك طبعا كثير من الاشخاص قاموا بتسجيل الاختراقات مواقع كبيرة، معظمهم يقومون باستخدام البوتيت كما تلاحظون، هذه ثغرة جي اس على الجملة، قولوها هذه يا بوت المستر سباي الذي لا دعونا من الكلام. اذا وقت الهاكر او هاكر الحقيقيون قد انتهوا منذ زمن بعيد. اين هو هذا مستر سباي؟ لا علينا، هذا هو، قمنا بتسجيل الاختراق هاكر ايد، هذا هو. هنا المرور لترى الاختراق، سوف تبقى هذه الصفحة هكذا مدى الحياة الا اذا شاء الله اغلق موقع الزون اتش. هذه المواقع التي قمت بشرائها، هذا موقع قمت بشرائه، وهذا قمت بشرائه. لا اعلم من يقوم بتسجيل الاختراق. طبعا كما سوف ندخل هنا، قمت بتلغيم بوت مستر سباي، وقمت بإضافة اسمي أنا، وكل من استخدم البوت تأتي هنا التسجيل باسمي كما تلاحظون. أنا اعتزلت اختراق المواقع، لكنها لا زالت تأتي. هذه مواقع حكومية، ماذا الآن؟
إذا أعجبك الشرح وحصلت على استضافة دوميين مدفوع مجانا باستخدام هذه الطريقة، فاضغط على زر لايك أسفل الفيديو، ولا تنسى الاشتراك في قناة خفايا الإنترنت. قناة خفايا الإنترنت هي قناة لكسر البرايفت التي نقدم فيها أي شيء مجانا، طرق شراء مجانية، إعلانات ممولة مجانية، الربح من الإنترنت، الكراك وإلى ما ذلك. أتمنى أن الشرح قد أعجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وإيش رأيك بالكلوروفيل؟ والله يا أستاذ هذا الكلوروفيل ممتاز، الوالدة تستخدمه بالتنظيف، يقضي على الجراثيم، يقضي على الجراثيم أستاذ بنسبة 99.99. بيلي وإيش خط الاستواء؟ هذا يا أستاذ إشي عيب في جسم الإنسان. ما هو الأمازون؟ الأمازون هذا دواء سعال. قبل الأكل ولا بعد الأكل؟ لا قبل الأكل يا أستاذ، وفي منها تحاميل بعد تنحط بخط الاستواء. إيه؟ حدثني عن الهيموغلوبين. سم ايه الهيموغلوبين؟ هيموغلوبين هذا يا استاذ يطلعون يوم القيامه والعياذ بالله من مع ياجوج وماجوج من فتحه مثلث فرموزة. شفتهم؟ سم بخوفون. سم مرعبين مره يا استاذ، مرعبين مره. سم ما هو الثقب الاسود؟ هذا اخر خط الاستواء يا استاذ. ما هي وظيفه البنكرياس؟ والله ممتاز ما شاء الله عليهم، الله هذا بنك كويس، والدي أخذ منه قرض واني الأسبوع الجاي إن شاء الله أفتح فيه حساب. أبي أفتح حساب. نروح أنا وياك. وش تعرف عن المد والجزر؟ هذا يا أستاذ نوع من أنواع الزلطات لتقوية النظر. يحطونها بالسلطات اليونانية. يحطونها بخط الاستواء بعد. أين تقع الاثني عشر؟ سهلة يا أستاذ، بعد الحادي عشر وقبل الثالث عشر. إيه؟ ما هو الحبل الشوكي؟ سم ما هو الحبل الشوكي؟ هذا الحبل الوالدة تستخدمه تنشر عليه الملابس بعد تنظيفها بالكلوروفيل. اي حدثني عن كوكب نبتون. ايه هذا شاين زوين. ايه كويس يا استاذ، نستانس. ايه نبتون. نروح القنيص ونشرب الشاي. نروح البر يا استاذ. شاي نبتون. شاي نبتون هذا دائما ويانا، عقلي ما يشتغل الا بشاي نبتون.